بالحياة دائما في شغلتين، بس تنذكر أول وحدة بيخطر على بالك الثانية مباشرة. مثلا بس ينذكر عرق سوس قدامك بيخطر على بالك مباشرة رمضان، الكبة حلب، الأخلاق محمد صلاح. بس يا ترى كيف بتربط الدراما بالشاورما؟ دراما للي ورمضانكم كريم. دراما للي أنا بعمل لك يلي بدك اياه. نسيتي انه نحن جواري؟ معك اسبوع تخبريني مين بدك تبيعي ومين بدك تخلي. عرفتوا شو هذا المسلسل؟ حريم السلطان. لا، هذا حرملك. شافوا انه قصة الحرملك ماشية بهالايام وناجحة من كم سنة، قالوا بكفوا فيها حتى يوصل المشاهد لمرحلة يشوفها بمنامه. حصة وبيصل مراد باشا مع كبارية الحكمدارية دياكون عم تضوا ضوي. اربع جواري من الحرملك مبينين. المسلسل الثاني حيرنا وضيعنا لعرفنا شو هو. اذا بيضل بعبريو بدي طالع روحه لصياح. اي والله والله بدي طلقه منه لو بقي بعمري يوم. ان شاء الله يا رب تطلعي حبلي. شبك والله دفعك الدم الغالي وخ. خناقه بالحاره وسكاكين، ويا قضامه مغبره ويا قضامه ناعمه، مبينه ليالي الصالحيه. لا الخوالي، لا 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 باب الحارة، خاتون، الحصرم الشامي، أهل الراية، طيب بيت جدي، جرن الشاويش، لا 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 الدبور. بالحقيقة كلهم مثل بعض، نسخ لصق، بس هالمرة المسلسل اسمه عطر الشام من إنتاج شركة قبنط. تذكرتونا قبنط؟ الإعلام ضروري والطبل والزمر ضروري. السيناتور محمد قبنط بيعرف إنه الزمر والطبل ضروري، وهو منتج الجزء العاشر من مسلسل باب الحارة. هي آخرتك يا أبو عزام. تنحكي السام بالفرنساوي؟ وكانت أكبر قرارات المنتج إنه هدم حارة الضبع على روس أهالية وريح راسه من عقود الممثلين. شغلة طويلة بده يقعد يفاصل كل ممثل قديش رح يدفع له، ومشان يكمل النقل بالزعرور دخل على الخط الرمضاني مسلسل سلاسل الذهب، كله بيئة شامية والرزق على الله. شو هو أول محل شاورما بيفتح جنب محل شاورما؟ جربت شي مرة تنامت فيه تلاقي حياتك مقلوبة فوقاني تحتاني. أحلام شو تداني؟ قصدك كان عنا أحلام. مسافة أمان مسلسل جديد من إنتاج وإخراج وسيناريو الأجهزة المختصة، وموزعين الحلقات كل حلقة على فرع من المخابرات. بيحكي عن الأزمة بسوريا وكيف انتصروا على الإرهاب وكيف قبضوا على الشاب اللي مركب على موبايل وفيسبوك. شو سلاح وشو دم؟ وبيطلع علينا شيخ الجبل بجزء جديد من المسلسل الهادف الهيبة اللي بيستمر بتقديم صورة القدوة المناسبة لسوريا الأسد. نحن شايلين الكفن على كتافنا طول عمرنا، الموت حق. تاجر المخدرات الشهم يلي بيحارب الدولة وعامل دولة ضمن دولة، بس ما بعرف ليش على أساس المسلسل بلبنان. ما بالقرداحة في شيخ الجبل واسمه محمد الأسد. جبل شيخ الجبل وضمن جو الأكشن نفسه بعد ما انقتل أهل الرائد سليم الأنصاري كلهم بالجزئين الماضيات، ناطرين نشوف الكاتب والمخرج منين بدهم يجيبوا شخصيات حتى ينقتلوا بالجزء الثالث من المسلسل المصري كلبش، واللي رح يحاول الرائد سليم بأنه يحقق الرقم قياسي جديد يتمشى بين الرصاص ويقتله شي 200 مجرم بكل حلقة. عرف مصيبة قلبي، الحرب مش بيني وبينك يا سليم، حربي وسلاحي. أصلاً قردت من زمان وما عدنا شفناها، هي إنه البطل بيحب وحدة وبيكتشف فجأة إنه هي الوحدة هي بنت اللي قتل أبوه. الحمد لله ما كرروها هالقصة هالسنة، بس الحبيبة طلعت بنت اللي سرق مصاري أبوه للبطل. هذا التغيير الصادم يعتبر زلزال حقيقي بالسيناريوهات المصرية، وبتشوفوه بمسلسل زلزال. ده رزقي ونصيبي وحيكون. ظهر كده إن الفرح مش مكتوب للي زيي. هو أنت قليل يا زلزال، ده أنت قد الدنيا يا حبيبي. يا بختك عم زلزال، البنات حتقطع شرايينها عليك. بالعادة في بطل بيطاردون الناس طول المسلسل لأنه عنده أوراق ووثائق بتودي ناس مهمين لوراء الشمس. هلأ مشان ما يتعذبوا بكتابة سيناريوهات جديدة بيقوموا يبدلوا الوثائق بكروت ذاكرة، وهيك بيشعر الأخ المشاهد بأنه تطورت الحياة وصار فيه تكنولوجيا وهيك قصص. المفاجأة الثانية من مسلسل بركة إنه البطل بتوقف جنبه أمه وبنت جيرانه اللي بتحبه. صحيح هالقصة شايفينها بشي 600 مسلسل وفيلم، بس المفاجأة إنه مكررين القصة بحذافيرة. سرق موبايلك، فاشتريت خط جديد، فوقع حظك في الخط بتاع صلاح فوضى اللي بتقول عليه ده. أبو صلاح فوضى، أبو صلاح اداك كارت الميموري اللي عليه كل المصايب والبلاوي اللي كانت هتتسبب في قتلك من شوية، صح كده؟ صح.
كأنه الكتاب برمضان هالسنة عم يبيعوا النصوص مستعملة، يعني المسلسلات كوبي بيست عن السنة الماضية، وإذا كنت شايف مسلسلات السنة الماضية ما في داعي تشوفها هالسنة. وعدوى محلات الشاورما اللي كله بيقلد بعض وبيفتحوا بشارع واحد انتقلت للدراما السورية وكله بيقلد كله، والعدوى ذاتها صابت الدراما المصرية يمكن بعد نجاح الشاورما السورية بمصر. صح كده؟ صح. بس دراما للي ما رح يكون كوبي بيست عن السنة الماضية. تابعونا برمضان بالموسم الجديد من دراما للي.